هناك سعي وضغط من قبل جهات فاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون لبنانية وقد تكون غير لبنانية، في إطار إعادة إنتاج مشهد سياسي جديد في لبنان. مش تفصيل الضغوطات التي تمارس على الرئيس نبيه بري، مش تفصيل الضغوط التي تمارس على كل السلطة السياسية في لبنان لإحداث تغيير معين. هون كمان مثل ما كنا عم نقول إنه في مفعول رجعي للثمانينات، هناك أيضا محاسبة دولية للطبقة السياسية اللبنانية بمفعول رجعي على ما مضى من سنوات، أنها فرصة حقيقية متاحة بالضغط العسكري بإطالة أمد الحرب لتحقيق ذلك. بثورة 17 تشرين اعتبر حزب الله بأنه حامي النظام وحامي الطبقة السياسية. صحيح. اليوم هناك قناعة أن كسر حزب الله بالمعنى العسكري سيدفع كل القوى السياسية إلى تغيير رؤيتها واستراتيجيتها. بما معنى الاستراتيجية اللي عم يشتغل فيها الإسرائيلي، قال له شو اللي علمك الزوق؟ قال له اللي معلق فوق. وين رايح لبنان؟ سواء فاز ترامب أو سواء فازت كمالا، إما على لبنان أن يتمكن من النجاة من المحرقة التي ستأتي من الخارج، أي بفعل القوة العسكرية الإسرائيلية التي ستستمر، ومن المحرقة الداخلية بفعل الانفجارات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي قد تتوالى بفعل التهجير والنزوح واللجوء وافتعال إشكالات من هنا وهناك، والاقتناع بإنتاج اتفاق وحدوي بين كل المكونات اللبنانية بشكل يتلائم مع القوى الخارجية، وإما أن ندخل في فوضى مديدة. أعتقد أن هذا المشروع الدولي يربطنا في مكان بإما الاقتناع بكل الشروط والضغوط المفروضة من الخارج ومن الدول العربية أيضا، وإما أن يبقى لبنان لمصيره كدولة مارقة تضج فيها الفوضى والأزمات، ممكن يضل لسنوات طوال. يعني هيدي سوريا قدامنا. شايف أنه رايحين بالحرب إلى مستويات أكبر ولا عم بتخف تدريجيا بس بالجنوب بعد مستعرة؟ لا وجود لأي مؤشرات بأن هذه الحرب ستخفت. أوف. كل المؤشرات تفيد بأننا لازلنا في بداياتها. من الواضح أن الإسرائيلي يضع جدولا واضحا لأعماله، هذا الجدول يرتبط بالتصعيد العسكري المتدرج. عندما يحقق مسألة معينة يفرض الشروط، بحال رفضنا سيواصل وسيستكمل، وبالتالي يمكن لهذه الحرب أن تطول وأن تصل إلى مستويات لا يمكن لأحد أن يتوقعها. الأساس أن كل ما جرى في غزة يتكرر في لبنان.